مساء الخير لكل مشاهدين قناة النهار وبرنامج دكتورز يلي عم يحضرونا من وراء الشاشة أو يلي منورينا بالاستوديو. كلنا بنعرف الفوائد الكبيرة للنوم المبكر، فهو بيساعد على الوقاية من الأمراض وتقوية الجهاز المناعي وتجديد خلايا الجسم والوقاية من الأمراض النفسية المختلفة مثل الاكتئاب، القلق، التوتر والعديد من الفوائد المهمة الأخرى. وأكدت دراسة حديثة عملوها مجموعة من الأطباء البريطانيين ونشرت بمجلة القلب الأوروبية أنه أفضل وقت للنوم هو الساعة 10 بالليل، فهو الوقت المثالي للحفاظ على صحة القلب. وأظهرت الدراسة أنه الوقت المناسب للنوم هو عند نقطة محددة بدورة الجسم يلي بتستغرق 24 ساعة، مشيرة إلى أنه الانحرافات ممكن تلحق ضرر بالصحة. وأضافت الدراسة أنه كل ما تأخرنا بالنوم لبعد منتصف الليل منكون عم نحرم الجسم من إمكانية رؤية ضوء الصباح، وهذا الأمر يلي بيأثر على ضبط الساعة البيولوجية للجسم. وتحدثت عن الساعة الداخلية يلي بتعمل على مدار الـ 24 ساعة يلي بتساعد بتنظيم الوظائف البدنية والعقلية للجسم. وأظهرت النتائج أنه النوم المتأخر بيؤدي لاضطراب ساعة الجسم مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على صحة القلب والأوعية. وشملت الدراسة أكثر من 88 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 43 و 79 سنة، وخلص الباحثون إلى أنه الدراسة وخاصة 3% من الأشخاص اللي انعملت عليهم هي الدراسة المشمولين بهي الدراسة أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكانت معدلات الإصابة بالأمراض أعلى عند الأشخاص يلي بيناموا بوقت متأخر من الليل أو بعد منتصف الليل، بينما كانت المعدلات أقل عند الأشخاص يلي بيناموا بكير بين الساعة 9 والساعة 10 بالليل. وأكد مدير طب النوم توماس بمستشفى جامعة ستاستون آيلاند بنيويورك أنه دراسات أظهرت أنه الأشخاص يلي بيعانوا من النوم السيء بيعيشوا حياة أقصر. وأضاف الدكتور أنه كل ما بكرنا بالنوم كل ما ساعدنا جسمنا بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، لهيك مهم كتير أنه نحافظ تقريباً على 8 ساعات يومياً من النوم ونستغلهم ويكونوا على الساعة 10 المساء. رح شوف جمهورنا يلي معنا بالاستوديو شو وضع النوم عنده، مين بينام بكير ومين بياخذ القسط الكافي من الراحة يلي بيحتاجها الجسم. مساء الخير، أهلا وسهلا، مشرفينا ومنورينا. بداية كلياتنا بنعرف قديش مهم انه نحن ننام بكير وقديش فعلا هذا الموضوع مهم لصحة الجسم. بتنامي صح. بكير ولا متأخرة؟ بصراحة متأخر. طب بتنامي متأخرة يعني على الساعة كم؟ قبل منتصف الليل ولا بعد؟ يعني مثلا الساعة 2. الساعة 2؟ اه. طب وامتى بتصحي؟ بصحى الساعة 7 عشان الشغل. طب وبتحسي انه جسمك مرتاح او اخذ القسط الكافي؟ لا خالص، وعاوزة اقول لك كمان انه هو بيسبب صداع فظيع الصبح. طبعا بيبقى صعب جدا. هيك حتى النفسية والمود والراحة بتكون صح. مختلفة تماما صح. عن إذا نحن نايمين بدري وآخذين القسط يلي بدنا إياه من النوم. طب لما بتنامي بكير بتحسي إنه جسمك بيفرق، نشاطك بيفرق، حتى النفسية بتفرق معك؟ بحس إن أنا صاحية مفوقة كده، اللي هو عندي طاقة أعمل حاجات كتيرة قوي، ده بقى بيبقى يوم الأجازة. والنهار بيكون طويل، أو يعني بتحسي إنه فعلاً النهار طويل وقدرانين نعمل فيه كل الأشياء اللي بدنا إياها. صح. مين من الجمهور معنا بينام بكير؟ أنا. إمتى بتنامي؟ يعني الساعة 9:30 كده 10. الله، لا بدنا نزقف له لأنه كثير برافو عليكي، كثير برافو. يعني فعلا أنا بحس إنه النوم البدري كثير مهم، مثل ما كنا عم نحكي أولا لأنه بيحسن كل وظائف الجسم، ولأنه نحن أساسا نفسيتنا بتكون أحلى، مودنا بيكون أحلى، وكثير مهم نستغل ساعات الليل البكير، بدري والبكير ما طلعوا معي مع بعض، البكير لحتى نقدر نستغل النهار من أوله. نوم الهنا لنا جميعا وراحة بال لنا على طول. ومشاهدينا بحلقتنا اليوم في عنا العديد من الفقرات يلي بتهمكم. شهدت القاهرة مؤتمر مهم بحضور نخبة من كبار الخبراء والأطباء بالشرق الأوسط للإعلان عن تفاصيل التعاون بين شركة ميرك العالمية للأدوية وجمعية زملاء وأعضاء الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد بمصر. وناقش المؤتمر أحدث طرق العلاج بالخصوبة بحضور 1000 طبيب، وتم توزيع شهادات تكريم للأطباء المشاركين بختام البرنامج التعليمي المشترك بين شركة ميرك وجمعية. تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها بالتقرير التالي. إن
النهاردة الحقيقة ميرك بالتعاون مع الجمعية المصرية لزملاء الجمعية الملكية البريطانية للنساء والتوليد بنعمل الحقيقة مش مؤتمر بس، هو مؤتمر وورشة عمل، لأن مهم جدا أن الأطباء مش بس يعرفوا أحدث التقنيات في العلاج، كمان مهم قوي أنه يشتغلوا بفورش ويشتغلوا بإيديهم في الحتة دي، والحتة دي احنا مهتمين بيها جدا كمارك. النهاردة احنا يمكن بنحتفل في آخر يوم في نهاية برنامج طويل خد أكتر من سنتين ما بين اللي هي اللجنة الممثلة للكلية الملكية البريطانية بمصر وجمعية أعضاء وزملاء الكلية الملكية البريطانية وشركة ميرك، وتلاقت اللي هي الأفكار أن شركة ميرك عندها في أهداف طيبة تعليمية، وإحنا عندنا برضو نفس الأهداف أن احنا ننقل الخبرة إنجلترا وخبرة مصر للأطباء المصريين في جميع المحافظات. احنا في ميرك بنهتم بالكورسات دي لان بيهمنا ان احنا نوصل احدث التقنيات اللي موجوده بره لهنا لمصر لكل اطباء النساء، لان احنا في ميرك عندنا بورتفوليو كامل، وده بيدي امل جديد لمشاكل تاخر الانجاب. عندنا احدث حاجه هو الم الخصوبه، والحقيقه الم الخصوبه ده من اجدد الحاجات اللي موجوده في السوق. الامبولات دي مثلا فيها 75 وحده، فيا اما ست ياخد 75 وحده يا 150 يا 225 كده. طب افرضي عايزين نديها 140 وحده، ففي الم بقى اللي هو بتتحدد فيه الجرعه النسبه بالظبط، فدي تطور مهم لانه بيساعد الدكتور، اولا بيوفر فلوس، ثانيا بيساعد الدكتور على انه يدي الجرعه المظبوطه عشان تؤدي الغرض السليم وما تعملش مشاكل بعد كده. فهذا التطور الاساسي كان في موضوع الالم، وهو فعلا مساعد سيدات كتير. والحاجه الثانيه ان الهرمون اللي جواه هايلي بيوريفايد اللي هو فيري بيور، ده معناها ان ما فيهوش شوائب كتير، وبالتالي الايفكت بتاعه على البيضات بيبقى احسن. مبسوطين جدا ان احنا موجودين النهارده في الحفل الختامي. البرنامج استمر تقريبا لمدة سنتين، بيهدف للتعليم الطبي المستمر، ومش بس كده كمان بيشمل هذا البرنامج ورش عمل طبية. وسعداء كميرك ان احنا جزء من الحل بنقدم للسيدة المصرية اللي عندها تأخر في الإنجاب وسيلة جديدة تساعدها، اللي هي ألم الخصوبة، اللي بيوفر لها دقة الجرعة، بيوفر لها الخصوصية، بيوفر لها سهولة الاستخدام والراحة. مساء الخير عن جديد. كثير من الرجال والنساء بيعانوا من حالة الصلع الوراثي، ويعد الصلع الوراثي السبب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر عند الرجال والسيدات وبمختلف الأعمار، وهو حالة طبيعية ناتجة عن مزيج من العوامل الوراثية ومستويات الهرمونات والتقدم بالعمر. لنتعرف أكثر على الصلع الوراثي وطرق علاجه، اسمحونا نستقبل دكتورنا العزيز ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية والليزر. اهلا دكتور، سعيدة جدا جدا بوجودك معي اليوم، وعم نحكي عن موضوع مهم وفعلا بيعانوا منه السيدات والرجال وبمختلف الأعمار. ولكن بداية خلينا نعرف المشاهدين شو بنقصد بالصلع الوراثي. طيب، زي ما حضرتك قلت في البداية، الصلع الوراثي بيصيب الرجال والسيدات. تقريبا الرجالة اللي بوصلوا 50 سنة غالبا 50% منهم بيجي لهم صلع وراثي. عشان نفهم الموضوع لازم نفهم ان الشعريه بتطلع من حاجه اسمها هير فوليكل او بصيله الشعر. البصيله دي عندها قدره تطلع 20 شعرايه في جسمنا، هرمون اسمه تستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره. احنا كرجاله عندنا منه نسبه كبيره، وانتوا كمان عندكم منه نسبه. في جزء من هذا الهرمون بيتحول لهرمون تاني اسمه DHT. انا بحكي الحكايه دي ليه؟ عشان اقول ان هرمون DHT ده هو عدو البصيله، طول الوقت عاوز يعمل انكماش للبصيلة، عاوز يصغر حجمها. بدل ما كانت بتطلع 20 شعراية تصغر تطلع 10 بس، بدل ما الشعراية كانت تخينة بالشكل ده تبقى الشعراية أرفع، يقعد يصغرها أكتر لحد ما تطلع 5، لحد ما تطلع 3، لحد ما تطلعش خالص. الناس اللي عندهم صلع وراثي مش لازم يكون عندهم
زيادة في الهرمون. أوكي. ممكن بس مجرد أن يكون عندهم بالوراثة البصيلة حساسة زيادة عن اللزوم لهذا الهرمون. طب دكتور، شو الفرق بين الصلع الوراثي والصلع المرضي؟ شو الفرق بيناتهم؟ طيب احنا عندنا نوعين من انواع تساقط الشعر، اللي هو الوراثي اللي بنتكلم فيه دلوقتي، اللي هو بيكون له علاقه بالوراثه ومستوى الهرمون وحساسيه البصيله للهرمون، وفي تساقط شعر بيسموه تفاعلي. التفاعلي ده ناتج عن اسباب كتير جدا، منها مثلا نظام الاكل. لو احنا عندنا مشاكل في الاكل، الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي عملت عمليات تكميم اسرع لاكلهم، الناس اللي عندهم توتر، الناس اللي عندهم نقص في فيتامين دي، الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، الناس اللي عندهم أنيميا، أسباب كتير جدا ممكن تعمل تساقط الشعر التفاعلي اللي هو مش وراثي. طب دكتور، ليتس سي إذا عنا بالعائلة مثلا أكثر من حدا صار عنده صلع وراثي، وصار نحن بنعرف إنه ممكن يكون في عنا حالة لصلع وراثي مع التقدم بالعمر، هل في عنا طرق ممكن نحمي حالنا ونحافظ على شعرنا قبل ما يهر؟ بالضبط، كل ما بنبدأ في علاج الصلع الوراثي بدري كل ما بتكون النتيجة أفضل بكتير. يمكن لو رجعنا اللي احنا شرحناه في البداية، قلنا إن الهرمون ده بيحاول يأثر على البصيلة. أوكي. فكان أفضل دكتور علاج. في عمر معين مفروض نبلش ننتبه فيه؟ احنا في الغالب بنبدأ من سن البلوغ. أوكي. من سن البلوغ لو احنا بدأنا نستعمل حاجة اسمها مينوكسيديل، ده مادة فعالة كده، ده اللي تقريبا العلاج، هم علاجين بس معترف بيهم لعلاج الصلع الوراثي من FDA، اللي هو المينوكسيديل اللي بيعمل ايه بقى؟ اللي بيقلل شويه وصول الدي اتش تي للبصيله، وفي نفس الوقت بيطول فتره حاجه اسمها الانرين او مرحله النمو في الشعرايه، وكمان بيوسع الاوعيه الدمويه اللي راحت للبصيله اللي صغرت، يقوم يديها دم كتير فتتغذى كتير فتكبر تاني فتطلع شعر اكتر تاني. ولكن المينوكسيديل ده مظلوم شويه. ليه يا دكتور؟ مجرد بس ان هو يتشاف ان هو الشخص هياخد، ناس تقول له انت هتستعمله هيحسن شعرك جدا، ولكن لما تبطله شعرك هيقع تاني. دي حقيقة. احنا بالظبط زي اللي عنده سكر، طول ما بياخد الانسولين او بياخد الدواء بتاعه جسمه متحسن وزي الفل، مجرد ان هو يبطل الانسولين الدنيا هتبوظ معاه. العيب مش في الانسولين، العيب ان هو عنده مرض السكر. نفس الكلام بالنسبة اللي عنده مرض الصلع الوراثي، استعمل المينوكسيديل الدنيا اتظبطت معاه، بطله الدنيا باظت لان هو عنده مرض الصلع الوراثي. يبقى فعلا لازم يكمل عليه باستمرار، ولو سابه شعره هيقع، ولو ما استعملوش شعره هيقع اكتر بزياده على الاخير. فمشان هيك مفروض انه نحن نبلش فيه من عمر صغير، من عمر صغير، وكل ما كنا بدري قد ما حافظنا على الشعر ونكمل عليه ما نسيبوش. هيجي برضه يقول لك لما تبطله شعرك يقع بزياده. طبعا الكلام ده خطا. هو الفكره في الصلع الوراثي ان كل ما بتقدم في العمر الصلع الوراثي بيزداد سوءا، فهو استعمله عنده 20 سنه جه بطله عنده 30 سنه، شعره يقع بزياده لان سنه تقدم. في دواء تاني اسمه فينسترايد، ده بنستعمله للرجاله بس. أوكي. وما بنستعملوش البنات اللي هم في سن البنات اللي في سن داخلين على جواز او في سن بسموها القابليه للحمل، ممنوع يستعملوه. ممكن خلص. يعمل مشاكل للسيدة. أكيد طبعا. طب دكتور، مثل ما كنت عم تحكي أنه في كتير عوامل بتأثر على صحة الشعر، ومنا العامل النفسي، يعني إذا نحن توترنا شوي أو كان عنا المود تبعنا ما نظابط فورا بيأثر على الشعر وعلى صحة الشعر. هل العامل النفسي بيأثر على الصلع الوراثي ولا لا؟ طيب، هو اللي احنا اتفقنا أن العامل النفسي ممكن يؤثر لي على أي حاجة في الجسم، من ضمنها ممكن يزود لي تساقط الشعر حتى عند الشخص اللي عنده صلع الوراثي. يبقى اصبح عنده عاملين دلوقتي، العامل الوراثي بالاضافه للتوتر، فالتوتر ده مهم جدا وسيء جدا على الشعر. طب دكتور، ببدايه الفقره حضرتك نبهت على قد ايه مهم انه نحن اذا نظامنا الغذائي صحي ممكن يساعد انه يحافظ على صحه الشعر، ويكون الشعر عم يحصل على كل الفيتامينز يلي بحاجته لحتى ينمو. في اشياء او اكلات او نظام غذائي معين مفروض انه نحن نتبعه لحتى نحافظ على صحه شعرنا؟ طيب، هو مهم جدا ان في كل اكلي اللي بيفيد الشعر والجلد بشكل عام، كل الاكل اللي فيه خضار وفيه فاكهه وفيه بروتين. البروتين ده سواء كان اسماك، لحمه، فراخ، بيض،
اي مصدر بروتين احنا بنحبه ده مهم جدا تمام، انما كل السكريات والنشويات لا دي مش مطلوبه خالص، نركز بس على الخضار والفاكهه والبروتين بشكل متوازن، وكمان نحاول نعدل لو عندي مشكله في الفيتامين وخاصه فيتامين دي. فيتامين دي احنا كلنا تقريبا عندنا في الشرق الاوسط نقص فيتامين دي، ده على طول مؤثر جدا على الشعر وعلى الجلد وعلى الضوافر، وفعلا لما بتظبط الدنيا كلها بتتظبط بالنسبه للشعر. طب دكتور في عنا حلول نهائية لحل الصلع الوراثي؟ يعني في عنا إجراءات أو تقنيات حديثة مع تطور العالم ظهرت ممكن تساعدنا على التخلص من هاي المشكلة؟ في حاجات كتير بس بالإضافة للمينوكسيديل. أوكي. استعمال المينوكسيديل بشكل يومي. المينوكسيديل دكتور كيف فينا نستخدمه؟ بنستعمله موضعي على فروة الرأس. أوكي. هو في ناس بيستعمله صبح وليل، ولكن هو بيغطي تقريبا 23 ساعة في اليوم. أوكي. فيعني الساعة دي مش مرة مشكلة، مرة باليوم كافية كفاية قوي، بس نكمل ايه نكمل عليه. استعمال حاجات زي البلازما، حقن البلازما فعالة جدا بس برضه بجانب المينوكسيديل. حقن الميلوثيرابي فعال جدا بجانب المينوكسيديل، وممكن نستعمل فيتامينز كتير جدا برضه بتساعدني في الموضوع ده. الحل النهائي للصلع الوراثي هو زراعة الشعر. اوكي، يعني طول ما انت ما زرعت الشعر انت هتفضل تستعمل حاجات باستمرار على طول. طب دكتور اذا زرعنا الشعر هل ممكن يرجع هذا الشعر يتساقط ولا لا؟ لا، هي الفكره كلها ان احنا الناس اللي هم كلهم صلع بتلاقي المنطقه اللي ورا دي موجوده عندهم. صح. طب ليه بقى؟ ليه؟ لان شو السر عن جد دكتور؟ دائما الواحد بيطلع من قدام. بالظبط، لان المنطقه اللي ورا دي البصيلات اللي فيها لا تتاثر بالهرمون اللي قلنا عليه من شويه. أوكي. مفيش عليها مستقبلات او ريسبتورز للدي اتش تي، فاحنا لما بنزرع بناخد البصيلات الموجوده في المنطقه اللي ورا دي بيسموها المنطقه المانحه، وده بنبدا نزرعها في المنطقه اللي هي وقعت، بتيجي بخصائصها فالهرمون ما بيشوفهاش في المنطقه دي، لذلك الشعر اللي بيتزرع ما بيقعش. حلو كتير. طب خبرنا اكتر دكتور عن زراعة الشعر، وخاصة بهي الفترة فعلا كل العالم عم يتوجهوا لهذا الموضوع، حتى الصبايا اللي عندهم مشاكل بحواجبهم بلشوا انهم يزرعوا حواجبهم. خبرنا كيف منزرع الشعر، وهي التقنية هل هي متعبة مكلفة قديه بتاخد وقت، امتى بيرجع ببلش يطول الشعر؟ بدنا كل التفاصيل. طيب تمام، هي زراعة الشعر بقت اسهل بكتير. الطرق الجديدة بقت سهلة جدا. يمكن الصورة اللي قدامنا دي باين فيها الجزء بسموه المنطقة المانحة. أوكي. بياخد مخدر موضعي، شكات بنج بسيطة جدا بإبرة أنسولين، يعني ما فيش فيها أي مشاكل خالص. بنبدأ بجهاز معين بننتزع البصيلات. ننتزع البصيلات دي ونبدأ نحط البصيلات في سائل بنغذيها شوية لمدة ساعة ولا حاجة، وبعد كده بنبدأ نرسم الخط اللي احنا هنمشي عليه. طبعا ده شكل حد مزروع له. اوكي. بنبدا نرسم له الخط اللي نمشي عليه بناء على صوره القديمه. نبدا نشوف حاجه تمشي مع شكله السابق، وبنبدا البصات اللي احنا اخذناها تتزرع في الاماكن دي وتتوزع بشكل عشوائي زي ما انت شايفه. حته الخط اللي كان بيمشي بشكل مستقيم ده ما بقاش بطل الموضه اساسا، ما له طبيعي، يعني بيبان انه الموضوع فيك. ده حقيقي. بيفضل عليه رباط لمده 3 او 4 ايام، وبعد كده بنفك الرباط ده. بنحاول نقول له يقلل نشاطه خالص الاسبوع الاولاني. تمام، ولكن هو ممكن يخرج عادي ما فيش اي مشاكل خالص. في خلال في اليوم الثالث او الرابع بيبدا يغسل شعره بطريقه معينه. بنبدا نحط جل كده معين بيرطب المكان المزروع الفروة، وبشامبو زي شامبوهات الاطفال دي بنبدا نغسل بطريقه الطبطبه بتيار ميه بيبقى هادي جدا، بلاش التيار الميه الشديد. من بعد اليوم طب والميه بتفضل تكون بارده ولا دافيه؟ يعني الميه الفتره. اوكي. الميه الفتره ممكن نغسل شعره كل يومين او كل 3 ايام ما فيش اي مشكله. في اليوم ال 12 او اليوم ال 14 الجزء اللي احنا لما زرعنا تقريبا 3 مللي 2 مللي تحت وواحد مللي فوق، الواحد مللي اللي فوق ده بيبدا يقع وبيبدا الشعر ينبت تاني بعد اسبوعين زي اي شعر عندنا، وبيبدا يمارس حياته عادي جدا ويغسله عادي وينام عليه عادي مفيش اي مشاكل. بننصح برضه ان هو يحقن بلازما مره كل شهر لمده 6 شهور. تقريبا في الشهر السادس
بنحصل على تقريبا على 70% من الكثافه المطلوبه، ومع نهايه السنه بنحصل على 100% من النتيجه. الله، يعني هو الشخص بعد سنه من اجراء هي العمليه ببلش الشعر بيرجع طبيعي، بتتناسى الشعرات مع بعضها وبيرجع بياخذ الشكل من اول وجديد، نفس الشكل بتاع شعر اللي ورا بناخده بالظبط. طب دكتور، السيدات بخافوا خاصه اكثر من الرجال من فكره انه هن تفضى عندهم المنطقه اللي ورا، بس هي ما بتبان صح، بيكون نازل عليها الشعر مغطيها، بينزل عليها الشعر بيغطيها وبتبقى ناجحه جدا مش فيها اي مشاكل، ولكن هي بصراحه نسب النجاح في الرجاله اكتر شويه من السيدات. ليه؟ هو فكره زراعه الشعر ان احنا عندنا حاجه اسمها هادر. انا النهارده لما اخذت 3500 بصيله من الجزء الخلفي، لما اجي ازرعهم مش شرط ال 3500 كلهم يتزرعوا، في حاجه اسمها هادر، فبيبقى الهادر عند السيدات اكتر شويه، ولكن طبعا نتيجة ممتازة وبتتطور يوم بعد يوم. دكتور، أكيد مشاهدينا وجمهورنا عنده كتير أسئلة عن هذا الموضوع، اسمح لنا نبلش نستقبل أسئلة الجمهور لحتى نعرف الجواب الطبي من حضرتك. يلي عنده سؤال الدكتور تفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. أنا دلوقتي عندي مشكلة في البشرة، بشرتي دهنية جدا وعاوزة حاجة أستخدمها تفتح بشرتي بس ما تعمليش حساسية، لأن أنا استخدمت قبل كده منتج عمل لي حساسية جديدة في البشرة. طيب، أولا فهمت من سؤالها إنها بشرتها دهنية وعايزة غسول تستعمله على البشره وما يعملهاش حساسية. طبعا المنتجات كتير، انا بنصح باستخدام سكين تون كلينزر، ده رائع جدا ونتائجه ممتازه وما بيعملش حساسيه. طب دكتور، هاد حصرا البشره الدهنيه ولا بينفع لكل انواع البشره؟ صح، ده بينفع لكل انواع البشره. اوكي ممتاز، نصيحه بذهب. ايضا رح ناخذ سؤال جديد من الجمهور، تفضلي. دكتور، انا شعري بيقع بغزاره، سمعت عن حاجه اسمها الحقن اللي هو الميزوسيربي ده، وحاجه تانية اسمها البلازما، فايه احسن من الثانيه وهيكون مدتها ايه وفرقتهم الفرق بتاعهم ايه؟ طيب تمام. هو حقن البلازما وحقن والميزوثيرابي الاثنين علاجين بيتحقنوا في فروه الراس بشكل مباشر. البلازما فكرتها ان احنا بناخد تقريبا 10 سم دم من دم المريض نفسه وبتتفصل في المعمل وبيطلع لي حاجه اسمها البلازما وفيها الصفائح الدمويه. تقريبا البلازما دي فيها حوالي 15 عامل من عوامل النمو، بناخدها نحقنها بشكل مباشر في فروه الراس، نتائجها ممتازه جدا جدا جدا. نحن تقريبا مره كل شهر لمده 3 شهور، وبعد كده بنقيم النتيجه، وبعد كده ممكن نكمل كمان 3 جلسات ولا حاجه كمان، نتائجها ممتازه. بس مهم جدا الانبوبه اللي بنفصل فيها البلازما تكون مخصصه لفصل البلازما. التفاوت في نتائج البلازما على حسب الانبوبه اللي استعملناها لفصل البلازما. اوكي. الميزوثيرابي ده نوع من انواع الخلايا الجذعيه ونوع من انواع الفيتامينز، بتتحقن بشكل مباشر في فروه الراس. الدكتور هو اللي بيحدد احنا محتاجين ميزوثيرابي او بلازما. يعني حسب كل حاله وشو بيفيدها اكثر. بالظبط. ايضا دكتور رح ناخذ سؤال جديد من الجمهور، تفضل. دكتور، الشعر المزروع بيقع تاني ولا لا؟ طيب، هو انا تقريبا نفس سؤال جودي. الشعر المزروع ما بيقعش. اوكي. ليه؟ لان احنا لما بنجيبه من الجزء الخلفي ده بنجيبه بخصائصه اللي هو الهرمون ما بيشوفوش، فطبعا ده ما بيقعش خالص وبيكون مضمون مدى الحياة. بس المفروض انه نحن نلتزم بارشادات الدكتور اللي بيعطينا اياها لحتى نقدر نحافظ على النتائج اللي حصلنا لها. أكيد. ويضل الشعر حلو وعم بيمو بطريقه حلوه. بالختام بدي اتشكرك كثير دكتور على وجودك معنا، على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير دكتور. شكرا. مشاهدينا، مكملين حلقتنا معكم لليوم، فاصل كثير صغير وراجعين، ما تروحوا لبعيد. جيب. بالرغم من شدة الألم يلي بيعاني منه المريض والعذاب يلي بيشوفه وعدم قدرته على الحركة واضطراره بشكل أو بآخر أنه يتقاعد عن شغله وعن حياته وتحركاته، إلا أنه فكرة تغيير مفصل الركبة بتشكل خوف وحذر عند كتير من المرضى، خصوصاً لأنه الكتير منهم بيخاف من الجراحة. لكن مع تقدم العلم أصبح بالإمكان تغيير مفصل الركبة ويرجع مثل الأول ويعاود نشاطه وحركته من غير جراحة ولا تعب ولا خوف.
كيف؟ رح نعرف كل هاي المعلومات وأكثر مع الدكتورة عمرو سعيد، استشاري علاج آلام المفاصل والعمود الفقري والآلام التداخلي وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي. مساء الخير دكتور عمرو، أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن موضوع مهم جدا وحل رائع لكل الأشخاص اللي عندهم مشاكل بمفصل الركبة، وممكن نساعدهم أنه يتخلصوا من هي المشكلة بدون جراحة. ولكن بداية دكتور، خبرنا إمتى منقول أنه هذا الشخص بحاجة لحتى يغير مفصل الركبة؟ حضرتك عارفة أن درجات الخشونة بتبقى 4 درجات، في الدرجات الكبيرة منها واللي بتكون الألام فيها ألام مزمنة وألام قوية، فعلا الشخص مش قادر يمارس حياته، أمهاتنا في البيوت اللي مش قادرة تتحرك حتى تعمل أبسط الحقوق بتاعتها، كل دولة معظم مرضى دولة ممكن يكونوا مش قادرين أو ما ينفعش يعملوا عمليات تغيير المفصل، أو عندهم خطورة في إجراء عملية تغيير مفصل الركبة، واللي كان لازم ان العلم يوجد بديل لدوت. يمكن في 2017 في اول دراسه معموله على هذا، ان في بديل لعمليات تغيير المفاصل الا وهي تقنيه التردد الحراري لعلاج الم المزمن، وكذلك الطب التجديدي لاعاده بناء الغضاريف وعلاج الالم مره ثانيه. كل دوت ممكن نعمله كبديل امن للمرضى اللي مش هيقدروا يعملوا عمليات تغيير مفصل، المرضى اللي مش عندهم الام مزمنه والالام المزمنه ديت مش مخلياهم يقدروا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. وهل دكتور فعلا هذا الحل ممكن يكون بديل لتغيير مفصل الركبه نهائيا؟ يعني بيحس الشخص انه هو عمل هي العمليه ورجع عاود حركته ونشاطه وحتى الالم اختفى عنده تماما؟ انا اقدر اقول لحضرتك ان هي بديل آمن لعمليات تغيير المفصل للمرضى اللي مش هيقدروا يعملوا العمليات ديت، أو المرضى الممنوعين من هم يعملوا عمليات جراحية، أو المرضى اللي مش اللي عايزين بيخافوا يعملوا عملية. بالضبط كده. فبالضبط كده، لأن احنا برضو لازم نكون بنتكلم في بدراسات علمية وبأسلوب علمي أكتر. احنا تقنية الطب التجديدي وعلاج بالطب التجديدي وعلاج بالتقنيات علاج الألم التداخلي أوجدت حل للمرضى دول، اللي خايف يعمل عملية، اللي مش عايز يعمل العملية، اللي ما يقدرش يعمل عملية بالضبط كده، لوجود أمراض مزمنة تخلي الجراحة هي خطورة، فلا، في بديل آمن نقدر نعمل علاج الألم، قدمه بتقنيات علاجية بسيطة جدا بأسلوب بسيط جدا، عملية بتاخد حوالي 3 ساعة من شغل العمليات، وبعد كده بنبتدي نمارس حياتنا. في ممارسات بعد كده بنعملها، سواء كان حقن تجديدي للمفصل أو تمهيد للحقن نفسه، في أساليب معينة، والمتابعة بعد كده باستمرار إن شاء الله. رح نشرح لكل المشاهدين اللي عم بيحضرونا هذا الموضوع تفصيليا. دكتور، كيف يتم تغيير مفصل الركبة بدون جراحة بداية؟ احنا لما بيجينا المريض، زي ما قلت حضرتك كده، بنتم فحصه باستخدام السونار الحركي، باستخدام الاشعه العاديه، وكذلك بعض الاشعات والفحوصات اللي موجوده معاه، بتحديد الدرجه بتاعته وتحديد الظروف المؤتئه. في حاجات معينه، تحاليل معينه بنعملها، صوره دم اساسيه، تحاليل لوظائف الكلى، وظائف الكبد، حاجات مهمه بالنسبه لي عشان اعرف اذا كان هبتدي اشيل الالم المزمن اللي موجود، او ان انا هبدا على طول الحقن التجديدي، سواء كان حقن سائل زلالي او الحقن جيلاتيني او الحقن البرولو او تقنيات علاج الطب التجديدي، او ان ممكن نخضع الى الخلايا الجذعيه او البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. معناته دكتور في عنا يمكن اكثر من طريقه، وفي عنا اكثر من اسلوب، نحن حسب الحاله تبع المريض والتشخيص تبع المريض بننقي الطريقه الانسب له لحتى نستخدمه. بالضبط كده. وفي عنا مجموعه من التحاليل والفحوصات يلي حضرتك كنت عم تخبرنا عنها. خبرنا اكثر دكتور، شو هي الاشياء يلي بتطلبها من المريض يلي حابب يعمل تغيير مفصل ركبه بدون جراحه؟ الفحوصات الاساسيه بتاعتنا، بنطلب العيان يعمل لنا اشعه عاديه واقف على الركبتين، بنفحص وزن المريض، الحالة الطبية للمريض أخبارها إيه، بنبتدي نشوف الفحص بالسونار الحركي للعضلات والأربطة والغضاريف، كل ديت حاجات أساسية بالنسبة لي قبل ما ندخل نعمل عملية التردد الحراري لعلاج الألم المزمن. عايز أقول حاجة، يمكن السادة المشاهدين يشوفوا معانا، إحنا الأول نشيل الألم، لأن مجدنا إن إحنا لما بنعالج الألم فقط ده بيدي فرصة للجسم إن هو يبتدي يعمل عملية تجديد وبناء مرة تانية، فيبتدي بعد كده نساعده بتقنيات علاج الطب التجديدي اللي احنا بنعملها بعد كده. الموضوع بيتم بمخدر موضعي، بيكون المريض صاحي معانا زي ما الساده المشاهدين شايفين معانا، بيدخل بإبرة صغيره جدا على مكان اللي فيه الاعصاب،
ومعانا مونيتور بيحدد لنا المكان بالظبط اللي عشان نشيل منه الالم، لان اعصاب الركبه بتاخد اعصاب حساسيه من كذا عصب، فاحنا بنستهدف دوت لعلاج الالم نفسه، العجل الالم المزمن. وبالمناسبه هي ما بتبقاش كي، عشان برضو الناس فاهمه ان هو بيبقى كي العصب او ان انت هتعمل لي حق، لا هو اسمه راديو فريكوانسي، تقنيه علاج، ان انا بعمل زي ريستارت كده، بعمل استثاره مره ثانيه، بطلع المواد العلاجيه اللي موجوده في العصب واللي موجوده في النسيج نفسه، واعمل ان انا اعمل ريستارت، اعمل اعاده جدد بالظبط كده، تجديد لاستقبال الاشاره العصبيه من العصب. ودوت لوحده كفيل ان يخلي العين يبطل مسكن، ان احنا ننجح ان احنا نعالج. دكتور، الالم هو من اكثر الاشياء اللي بتكون مزعجه للمريض، يعني هو الالم اللي بيحس فيه على طول هي من اكثر الاشياء المزعجه عنده، فضلا انه حركته بتصير صعبه وحتى هو ما انه مرتاح، بس الالم كثير بيكون شديد وصعب. بالظبط كده حضرتك، من كمان درجات السيفير من او الدرجات الشديده من درجات خشونه الركبتين، بيبقى كمان معاها ان العين مش قادر يتحرك، الحركه مصاحبه ليها بيكون فيها الم، فالتقنيه ان احنا نشيل الالم ده نفسه ده في حد ذاته علاج عظيم. بالظبط كده. طب دكتور، قديش نسبه نجاح هاي العمليات؟ يعني هل ممكن فعلا المريض يعمل هاي العمليه والموضوع ينتهي عنده ويتخلص من الالم وترجع الحياه مثل ما كانت قبل، يقدر يتحرك براحته؟ بنسبة نجاحنا في العمليات، عملية التردد الحراري في علاج الألم، نوصل ل80%، يعني نسبة كبيرة كتير. دي الحمد لله، وآمنة بدون أي أثار جانبية، وده الأهم كمان. طب وهذا الشيء كتير حلو، إنه هو الشخص حتى لو لا سمح الله ما استفاد، بس هو ما رح ينضر خالص، يعني ما عندنا مثلا آثار سلبية لهذا الموضوع أو مثلا مضاعفات سلبية إطلاقا، ما فيش أي. كل تقنياتنا في علاج التداخلي هي بتكون آمنة تماما، ملهاش أي أثار جانبية وملهاش أي أثار سلبية على المرضى. طيب دكتور، بعد ما يعمل الشخص هاي التقنيات ويستخدم الطب التجديدي بعلاج مشاكل مفاصل الركبة، شو بتكون خطوة العلاج الثانية؟ كيف بيرجع بيتم تأهيل المريض؟ في عنا أشياء نعملها مع المريض حتى يقدر يرجع يتحرك بطريقة مريحة؟ بالضبط كده، بنبتدي نشتغل بقى على كذا حاجة. أولا هي الحقن التجديدي، الحقن التجديدي بيتم عن طريق حقن مثلا زي البلازما أو الصفائح الغنية، البلازما الغنية بالصفائح الدموية. دكتور اشرح لنا أكثر عن هدول المواد، تقنية هي المواد؟ تقنية بمنتهى البساطة، إحنا في حاجة اسمها عوامل النمو، عوامل النمو ديت بناخدها من المريض نفسه أو ممكن نلجأ ليها من بعض تكون مصنعة معنا جاهزة، ده جهاز الطرد المركزي، بعد ما فصلنا العينة بتاعتنا بالظبط كده، بنفصل العينة الدم بتاعتنا، احنا مش محتاجين كرات الدم الحمراء بالظبط، احنا محتاجين الطبقة اللي فوق دي بتتقسم معنا لكذا حاجة، طبقة غنية بالصفائح الدموية، وفي طبقة غنية بالخلايا اللي المفروض فيها جزء منها خلايا جذعية، بعد كده باخد الجزء اللي هو الريتش بالصفائح الدمويه، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها القدره على العلاج، فيها الخلايا فيها جروس فاكتور عوامل نمو، بسحبها بديامتر معين، لان برضو بتختلف باسلوب من مريض لعيان وطريقه الفصل نفسها، بعد كده ليها ديامتر معين بسحب بيه الطبقه اللي انا عايزها، مش عايز كل ده، انا عايز جزء معين فقط من الطبقه ديت، هي دي اللي انا عايزها عشان اسحبها، بعد كده ببتدي احقنها في مفصل الركبه لتجديد وبناء الغضروف مره ثانيه وبناء وتعويض السائل الزلالي طبيعيا من جسم المريض نفسه. وهذا الشيء بيرجع بيخلي المريض مع الوقت ومع فتره التشافي ومع بعض الامور اللي بيحتاجها المريض ليتاهل لحتى يقدر يرجع يتشافى 100%. بالظبط كده. كيف بيتم هذا الشفاء دكتور؟ بنعمل بعد كده تقويم للعضلات والاربطه، وفي وزن المريض ده بنبتدي يتحط في بروتوكول علاجي. اول شيء نقلل الوزن. الوزن طبعا ده رقم واحد، بروتوكولات علاجيه مختلفه بالتغذيه العلاجيه او باستخدام بعض الحاجات اللي ممكن نعالج بيها. ثم رقم ممكن اثنين ممكن نلجا لعلاج طبيعي دكتور؟ بالظبط، احيانا بنلجا لحاجه اسمها تقويم للعضلات والاربطه، تقويم العضلات والاربطه ده بيتم برضو جزء من العلاج الطبيعي، ولكن مش علاج طبيعي التقليدي اللي الناس فاهماه، لا احنا بنحتاج نعمل تقويم، لان معظم العضلات دي حصل فيها لفترات طويله، خاصه في الخشونه المزمنه حصل فيها اسر، ابتدت المريض مش قادر يتحرك نتيجه صار فيها ضعف كبير وهي نفسها بتسبب الم، وفي بعض الاحيان بنلجا لحقن العضلات ديت او الاربطه بتقنيات علاج الطب التجديدي برضو عشان تفيدني في البناء مره ثانيه. طب دكتور، هل كل الحالات بينفع معهم اجراء عملية تغيير مفصل الركبة من خلال الطب التجديدي، ولا في عنا حالات ما بنقدر نستخدم فيها هي التقنيات؟ حضرتك احنا بكل ما ندخل بدري كل ما ناخد نتيجة أفضل. معظم الناس كبار السن برضو بننجح معاهم، ولكن بتبقى نسبة نجاحنا
اقل شويه، ممكن نوصل ل 40% مثلا لو قلنا مثلا، ان انا برضو السن الكبير بيبقى بناخد منهم خلايا جذعيه بتبقى اقل شويه في الكفاءه، بس سرعه تشافي الجسم اقل من لما الواحد بس برضو في حد ذاته بنحتاج فترات اطول او يمكن نحتاج مرات اكتر من الحقن في السن الكبير دوت عشان نقدر نعوضه، سواء كان بالحقن التجديدي بروسيرابي والاكسجين نشط والخلايا الجذعيه لو المريض محتاجناها من بره. طب دكتور خلينا نحكي اكتر عن هذا الاجراء. الإجراء هو بيتم عن طريق تخدير موضعي بفترة وقت 20 دقيقة تقريباً بعيادة أو بمستشفى؟ لا مستشفى طبعاً. أوكي. تحت جهاز أشعة، في تقنيات بنعملها في العيادة وفي حاجات بنعملها في المستشفى طبعاً تحت جهاز الأشعة لأن بتوفر لنا إمكانيات أحسن وأفضل. بعد فترة بنبتدي الخلايا الجذعية أو اللي احنا بناخدها والخلايا من الخلايا الغنية بالصفائح الدموية تبتدي تبني معانا، ودي صور الأشعات قبل وبعد before and after. before and after لبعض المرضى بتوعنا، احنا هنا مش شايفين درجه للفروج بالشمال الدرجه بتاعتها اقوى، يعني الدرجه بنقول عليها درجه من الدرجه الرابعه. نشوف بعد كده الصور اللي بعد كده هنلاقي الحمد لله الصوره اللي قبل اللي قبليها دي كانت قبل بعد ما خلصنا، ودي قبل يمكن حتى كمان على مسار الاشعه الدنيا اتغيرت. طب دكتور هل ممكن يحتاج صوره ثانيه بعد اللي قبليها في واحده بعديها برضو عشان الساده المشاهدين يشوفوها؟ اوكي. دي قبل ما نبتدي الاجراء بتاعنا، اللي قبليها كانت قبل بعد ما خلصنا بعد ما عملنا دي قبل ما نبتدي الاجراء، والثانيه كانت بعد. دي مريضه كانت رافضه تماما انها تعمل عمليه، هي قالت لي انا مش هعمل عمليه. ده برضو مريضه ثانيه، الصوره اللي بعدها برضو هنا راحت عملت عمليه، هنا برضو الصوره ديت توضح بالمقياس بالاشعات. هنا الصوره قبل ما نبتدي نشتغل كانت الزاويه في الرجل اليمين 6.76، تشوف بعد ما خلصنا دي الصورة قبل في النسبة الثانية واضحة، في صورة ثانية للمقياس رح نشوفها مع المشاهدين. ايوه بقت الزاوية بتاعتنا 6.14، وده برضه في حد ذاته الحمد لله يعتبر نجاح طبعا. طب دكتور هل ممكن يضطر الشخص انه يعمل هذا الحقن اكثر من مرة في حالات معينة؟ نحن بعض الحالات واحنا بنقول للمريض كده ان احنا دايما بيبقى فيه بروتوكول علاجي للبناء، بتختلف الاستجابة من مريض لاخر، تختلف وحتى حسب الاصابة قديش بالظبط كده وحسب هو عنده ايه كمان، وبتختلف مكان الاصابة، فممكن نحتاج اكثر من مرة. طب دكتور بعد اجراء هي التقنيات امتى بيرجع المريض بيمارس حياته الطبيعيه؟ امتى بيقدر يرجع على شغله؟ امتى بيرجع بيقدر يعمل الحركات اللي كان يعملها قبل؟ احنا دايما بنقول للمريض اتحرك على قد الالم بتاعك، في الحالات السيفير ديت او الحالات المزمنه منها المريض بيقدر ياخد يعني على طول، يمكن احنا بنحب العيان يمشي لان المشي نفسه بيخلق معانا كولاجين ويربط معانا كولاجين اكتر فيخلي الغضروف يبقى معانا احسن، فاحنا الحركه مهمه بالنسبه لنا وفي نفس الوقت احنا التقنيات بتاعتنا بتبقى امنه وسيف ملهاش اي اثار جانبيه. يعني يمكن اكثر عالم رح ينبسطوا على هي التقنيات هن كل الرياضيين يلي فعلا بهمهم صحه مفاصلهم وات ايفر ان كانت واصاباتهم ما بيقدروا يعملوا عمليات، فهذا حل رائع لهم كلياتهم. دكتور عندنا كثير اسئله من الجمهور عن هذا الموضوع، اسمح لنا نستقبل اسئله جمهورنا لحتى ناخذ الجواب العلمي من حضرتك. يلي عنده سؤال للدكتور يتفضل. هي مده العمليه بتكون قد ايه وهل بتحتاج تخدير ولا لا؟ المدة العملية تقريبا في حدود 20 دقيقة، بتحتاج تخدير موضعي، يفضل يبقى المريض صاحي معانا. في بعض المرضى اللي بيبقى خايف من الإجراء ممكن نعمل حاجة اسمها سيديشن، ندي حاجة يعني حاجة تبقى مهدئة، يعني هو العين بيبقى صاحي معانا برضه بس هو مش حاسس بأي حاجة. طب أيضا رح ناخد سؤال تاني تفضل. لو سمحت يا دكتور، هي والدتي كان حصل لها مشكلة من سنين يعني، والدكاترة نصحوها إن هي تغير مفصل الركبة، فهي بتقلق من العمليات الجراحية، فهل بعد السنين دي كلها ممكن تعملها بدون تدخل جراحي مفيش مشكلة؟ نقدر نعالج الألام ديت بأسلوب بسيط وبأسلوب علمي، والمرضى فعلا احنا يمكن الطريقة دي مناسبة للمرضى اللي خايف يعمل عمليات زي ما قلت حضرتك واللي مش مناسب ليه العمليات الجراحية. أيضا رح ناخد سؤال جديد دكتور من الجمهور تفضلي. تغيير المفصل بدون جراحة بيكون في الركبة بس ولا ممكن يكون في الفخذين والذراعين؟ ممكن يحصل في أي مفصل، وكل ما ندخل بدري بالطريقة بتاعتنا بطريقة الطب التجديدي يعني التشخيص المبكر مهم، التداخل المبكر مهم، ناخد نتائج أعلى ونتائج أحسن. طب دكتور الأشخاص اللي عملوا تغيير مفصل الركبة ولا سمح الله نتيجة حادث معين أو أي ضرر رجع صار عندهم رطب بمفصل الركبة،
بيقدروا يلجؤوا لهي التقنيه. بالظبط كده، في بعض الالام بتحصل ما بعد العمليات الجراحيه وبنشوفها كتير جدا في العياده عندنا. مضاعفات عمليه عندنا برضو حل ليهم، سواء كان من بعد تشخيص مصدر الالم، هل هو مصدره من المفصل نفسه او ممكن من العضلات اللي حواليه او من الاربطه اللي حواليه او من الاعصاب اللي ما اتعالجتش قبل كده من الالم المزمن. فكل الحاجات دي التشخيص بعد ما بنشخص بنقدر نوجد لهم حل، خاصه لالام ما بعد العمليات الجراحيه. طب دكتور خلينا نقدم نصائح اخيره لكل الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بمفصل الركبه تحديدا، لحتى هن يقدروا فعلا يتخلصوا من هذا الالم وباسرع وقت يعالجوا هذا الموضوع. وبنفس الوقت مثل ما كنت عم تحكي دكتور، كل ما عملنا تشخيص مبكر وعلاج مبكر كل ما كانت النتائج عنا افضل. في ثلاث حاجات انا بننصح بيهم، الوزن الزائد ما يعني نحاول على قد ما نقدر نحافظ على وزننا، اللي احنا ممارسه الرياضه شيء مهم، وعدم ادمان المسكنات. عدم ادمان المسكنات ده حاجه مهمه جدا. المسكنات اللي احنا بناخدها على عمال على بطال ديت للاسف بتوصل لنا لدرجات كبيره من درجات الخشونه، وهي دي اللي بتوصلنا لدرجات ان احنا ما نقدرش. ده اصبح ايتم مهم جدا اسمه ادمان المسكنات. طبعا ادمان المسكن ممكن ياثر على الكلى، ممكن ياثر مش بس ان هو بيحرمنا من ان الطب التجديدي يوجد حل، لا ده هو كمان بيخلينا كمان بيأثر على جسمنا في حاجات كتيرة جدا. طب دكتور هل ممكن الأشخاص يلجأوا لهي التقنيات كنوع من الوقاية قبل لا سمح الله ما يصير عندهم أي مشكلة؟ يعني في حال مثلا أي شخص بيعاني من أي مشكلة بأي مفصل بالجسم، هل ممكن أنه يلجأ لهي التقنيات لحتى يعمل وقاية أو يحمي هذا المفصل؟ بيجي لي بعض المرضى في الدرجات الأولية، يعني الدرجة الأولى أو الثانية، اللي ممكن بتستجيب معانا العلاج الدوائي، بيبقى برضو بيحب أنه يعمل حقن التجديدي، سواء كان حقن البرولوزون أو البرولوسيرابي أو الأكسجين النشط، هو وقاية فعلا، وقاية آمنة بدون أي أثار جانبية، خاصة لو الألم بدأ بننصح إن احنا نعمله. اوكي طيب دكتور، للاشخاص اللي هن بيلجؤوا لهدول التقنيات لحتى هن يتخلصوا من الالام او يعالجوا المشكلات اللي موجوده بمفصل الركبه، في مثلا اشياء بتطلبوها منهم كاتباع مثلا نظام معين او مثلا الابتعاد عن اشياء معينه او اتباع رياضات معينه؟ يعني في يمكن الاشخاص اللي بيلعبوا بودي بيلدينج وبيحملوا اوزان ثقيله اول فتره بينحرموا من هذا الموضوع، شو هي الارشادات اللي المفروض انه يخلوا بالهم منها؟ احنا بنفضل ان احنا المشي المبكر، عدم زي ما قلت حضرتك كده الاكل السليم، التغذيه السليمه مهمه جدا معانا، الاكل المتوازن. نصيحه لكل الناس، الاكل الملون افضل بكتير جدا من اللونه ابيض. باختصار يعني ايه اكل ملون؟ يعني احنا الاكلات اللي فيها سلطات، المواد اللي هي فيها الوان طبيعيه، دي احسن بكتير جدا من السكر واحسن بكتير جدا من الدقيق الابيض في كوقايه. كان احنا لو احنا بعدنا عن ده يبقى افضل بكتير جدا. احنا خاصه في بعض الناس من السمنه بيحصل لهم سكر وبيحصل لهم حاجات تانية ممكن تبقى عرضه ليهم. دي بننصح الناس ان التغذيه السليمه وقايه لينا من حاجات كتير. المشي لمده نص ساعه يوميا ده وقايه لينا من حاجات كتيره جدا، بما فيها خشونه المفاصل، بما فيها ان احنا نخضع اصلا احنا نزور دكتور. ودكتور في رياضات مفروض نبتعد عنها بعد اجراء هي التقنيات؟ الحقيقه احنا بننصح المشي، نحب ان احنا العيان يمشي تاني، الحركه مهمه جدا لينا. معظم مرضانا بيكونوا كبار السن، فاحنا نصيحه اوريدي اساسا ما كثير قادرين يلعبوا رياضات عنيفه. طب دكتور مين الاكثر عرضه للاصابه بمشاكل مفصل الركبه، الستات ام الرجاله؟ الحقيقه بنشوفهم في الاثنين، ولكن بيبقى في نسبه اكبر في السيدات خاصه بعد سن 50. يعني بالختام دكتور بدنا نتشكرك كثير على وجودك معنا، بدنا نتشكرك على كل المعلومات والنصائح اللي قدمت لنا اياها، وعلى الامل الكبير اللي اعطيته لكل الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل والام بمفصل الركبه، وقديش صار الموضوع سهل وقديش صار الموضوع بسيط ومن دون عمليات جراحيه ومن دون خوف ومن دون توتر، وايضا ما فيه اي مضاعفات سلبيه. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا اكيد مكملين بحلقتنا معكم لليوم، فاصل كتير صغير وراجعين، ما تروحوا لبعيد. يسعد مساكم عن جديد. بالفترة الأخيرة انتشرت كتير الأنظمة الغذائية والدايت
ومنا الأونلاين ومنا اللي بالعيادات والمراكز، غير الإعلانات الكتيرة يلي منشوفها على الإنترنت مثل الدواء السحري والكبسولة السحرية والكبسولة البديل لتكميم المعدة وأشياء كتير منسمع عنها. اليوم رح نعرف الحقيقي منا والتجاري منا، ورح نخبركم كيف تختاروا النظام الغذائي المناسب إلكن، وإمتى ممكن تقولوا إنه هذا النظام غذائي فادني وإمتى لازم نغيره. كل هاي المعلومات وأكثر رح تخبرنا إياها دكتورة ديما زهران، أخصائي التغذية العلاجية والجلدية. دكتورة ديما مساء الخير، أهلا وسهلا، مشرفتينا ومنورتينا. واليوم بنحكي عن موضوع بهم كل الأشخاص وخاصة بالشتوية، لأنه بالشتاء بيزيد وزننا كلياتنا. ولكن بداية خلينا نخبر مشاهدينا أكثر عن منظومة لايف ستايل. منظومة لايف ستايل أو اللي موجودة دلوقتي، إحنا عاملين منظومة اسمها لايف ستايل، متكونة من مجموعة من الأطباء استشاريين، عبارة عن جراحة تجميل، جلدية، تغذية علاجية. المجموعة دي من الأطباء بيدخل عندنا الحالة أو العيان، نقدر نعمل له بلان كاملة تخصه هي أو هو، ما بتبقاش روتينية، بتبقى بلان بقدر أحدد النظام الغذائي لو هو محتاج جراحة أو لا، العلاج اللي يناسبه أو الجلسات اللي تناسبه هو أو هي. ممتاز. يعني شخص بيفوت لعندك دكتورة على المركز عندكم، في عنده أكثر من اختصاص، كلياتهم بيسبوا بنفس المصلحة لحتى الشخص يحصل على شكل جسم صحي ومثالي، وأكثر من دكتور بيستشيروا بعض لحتى يعطوه أهم نتائج اللي ممكن يساعده يحصل على الشكل اللي بده إياه. طب دكتورة، شو هي أكثر الأمور اللي ممكن تواجه مريض السمنة؟ المشاكل اللي بيواجهها مريض السمنة بتبقى عبارة أكتر حاجة طبعاً إن هو بيحس إن هو حرمان. أول ما يقولك هبتدي دايت، يبتدي إن هو عايز يأكل الحاجات اللي هو حتى لو مش حاببها. لا، بيصير لأنه بتقليله ممنوع من الدايت ده ياخدها، فهو سد الشهية، بيبقى حاسس إن هو جعان على طول، بيبقى حاسس ان هو زي ما قلنا الروتين او ان هو زهق من الدايت اللي هو بيعمله. بلس ان دلوقتي طبعا عندنا اي مريض سمنه بيبقى عنده شويه مشاكل في جسمه، او مثلا يقول لك دراعي اكتر مكان بيضايقني في الستات، طب الصدر، طب الكرش او الارداف، فدي المشاكل اللي انا بقدر احددها او اعالجها مع لايف ستايل. وهذا الشيء الحلو عندكم دكتورة بالمراكز، أنه عندكم حلول لكل هاي المشاكل بالزبط. فما حدا يقلق أبداً، يعني مجرد ما يتوجه لعندكم موجود دكاترة بكل الاختصاصات لحتى تساعد هذا المريض. كيف يتم علاج هاي المشاكل دكتورة؟ ببتدي طبعاً أول ما بيجي المريض عندي أو الحالة، بقدر بشوف سنه، بشوف طوله، بشوف طبيعة عمله، لو عمل دايت قبل كده أو لأ، طب إيه المشاكل اللي واجهها وهو بيعمل دايت، وابتدي أحلها حاجة حاجة. أول حاجة بديله نظام غذائي يعني يناسب حياته، تمام، في نفس الوقت أديله نظام علاجي يزود الحرق، أديله حاجة تسد الشهية، أبتدي أشتغل على الجلسات أو الأماكن اللي فيها دهون موضعية اللي بتضايقه. يعني مثلا، وهذه بدي أسألك عنه دكتورة، في كتير سيدات أو حتى رجال ممكن يكون جسمهم كتير حلو بس عندهم مثلا مشكلة البطن أو الكرش، أو مثلا عندهم مشاكل بالذراعين أو بين الفخذين، كيف بيتم حل هاي المشاكل وهي الدهون؟ المشاكل دي إحنا عندنا أول مرة في مصر جهاز عبارة عن 5D مستوردينه من أمريكا. أوكي. ده بيحل أكتر مشاكل موضعية أو دهون موضعية عن طريق التقنية، إن هو تكسيرها أو تجميدها أو نشد الترهلات أو السلوليت. ده بيشتغل على منطقة، يعني كل منطقة بيبقى مثلا عندنا الستات معظمهم عندهم تلاقيهم الدراعات أكتر. صح. شوية تلاقيها مثلا تلاقي بتشتري مقاس أكبر من مقاسها ويديها شكل أكبر من حجمها. الرجالة الصدر أو البطن أو الأرداف أو أسفل الرجلين، الجهاز ده بيشتغل على منطقة الدهون الموضعية زي ما قلت بتكسرها، وده أول جهاز موجود في مصر. وبيكون دكتورة عن طريق جلسات؟ بيبقى عبارة عن جلسات بقدر أحددها حسب الحالة، على حسب الحالة طبعا، لأنه الدهون عندنا عندك دهون نشفة، دهون طرية زي ما بيقولوا، يعني بحاجة سيمبل، أو لو في ترهلات أو سلوليت. طب دكتورة، حضرتك حكيتي عن أكثر من مشكلة، وهي فعلا بتواجه الشخص اللي بده يعمل دايت، إنه بيكون في عنده مثلا حالة إنه هو ما عنده شبع ودائما عنده جوع ودائما بحس إنه هو عنده حرمان وما بحس إنه هو قدران يأكل. كيف ممكن نحدد النظام الغذائي المناسب للمريض؟ ده زي ما قلنا لما بيجي بشوف لو هو عمل دايت قبل كده أو لأ، روتين حياته بيبقى ماشي ازاي، هل بياكل الصبح او بالليل، بقدر احدده على طريق سنه، بديله نظام غذائي ونظام علاجي وجلسات اللي تناسب حالته.
طب دكتورة، الأطفال يلي عندهم وزن زائد كيف بيتم التعامل معهم بمنظومة لايف ستايل؟ برضو زي ما قلت، هو لما بيجي أنا بعمل بلان كاملة للحالة. أوكي، الأطفال بيكونوا أصعب ولا الكبار أصعب؟ الأطفال شوية أوكي، لأنه هو بيبقى بيروح المدرسة بيشوف الأطفال بتاكل إيه يعني. بيبقى عايز يأكل زيهم. بقدر أديكوا، بصي أنا مش بحرم أي طفل أو أي حتى لو حد كبير من أي أكل. هي الفكرة كلها أن أنا بنظم له نظام غذائي يقدر يناسب الروتين بتاعه. بديله كالوريز، ما بحرموش من أي حاجة، بديله دواء يساعده على سد الشهية، يزود معدل الحرق بتاعه، بلس الجلسات اللي قلنا بتشغل على الدهون الموضعية. وطالما في عنا شخص مختص بهذا الموضوع أكيد ما رح يصير عنا المشاكل يلي بتصير بتأثر على صحة وجمال الشعر أو حتى البشرة أو الأظافر، لأنه النظام الغذائي يمكن فيه كل الفيتامينات يلي بيحتاجه. صح؟ هو زي ما حضرتك قلتي في الأول، أنا دكتورة جلدية وتغذية علاجية، فأنا عصفورين بحجر واحد. تمام. النظام الغذائي بيدي المالتي فيتامينز، مش بحرمه من أي حاجة. الأدوية اللي أنا بديها كلها حاجات عبارة عن أعشاب طبيعية متكون فيها مالتي فيتامينز، ما يعني ما بتأثرش إن هو يأثر على إن هو يفقد فيتامينز أو شعره يقع أو ضوافره تتكسر أو يظهر أي بقع في الجلد. وهذا من أكثر الأمور اللي بتخوف فعلاً أي شخص عم بيعمل دايت. دكتورة، هل في حالات ممكن تنصحيهم بالعمليات الجراحية؟ الحالات اللي أنا بنصحها بالعمليات الجراحية ده بعد ما أكون أوريدي جربت نظام غذائي، نظام علاجي، جلسات، وما جبناش أي نتيجة أو النتائج قليلة. لكن إن أنا أبتدي بيها لا خالص. يفضل أنه نحن أول شيء نحاول نتبع نظام غذائي ممكن يساعدنا يغير نمط حياتنا قبل ما نلجأ للعمليات الجراحية. بالضبط، لأنه أنت بتعملي لايف ستايل امبروفمنت، أنت هتسيبني وهتكمل، هتسيبني ومش هترجع الوزن اللي أنت نزلته تاني. ليه؟ لأن أنا أوريدي اديتك شوية تريكس، علمتك شوية نظام، حاجات في النظام الغذائي، إيه اللي أنت ممكن تعمله على مدار اليوم، وما حرمتكش من أكل. بالعكس، انا يعني عودتك بس على طريقه لايف ستايل تخليك تنزل في الوزن في الوقت ده وتكمل عليها من غير اي مشاكل، انك تعيش كل حياتك بشكل صحي. بالضبط. دكتوره، اكيد في اسئله كثير عن جمهورنا عن هذا الموضوع، اسمح لنا نبلش نستقبل اسئله الجمهور. انا عايزه اثبت الوزن بتاعي، المطلوب مني ان انا اعمله بعد طبعا ما بنمشي على النظام الغذائي والعلاجي ومشينا على الجلسات، وحابه ان انا اثبت وزني، بديكي بسحب منك الدايت بطريقه تدريجيه، خلاص تخليكي ان انت تمشي على لايف ستايل زي ما قلت لك، انت بتبقي اوريدي اتعودتي على انت تاكلي ايه بكميات قد ايه، غير ان اللي بسحب منك الدواء تدريجيا، فتلاقي نفسك ثبتي على الميزان مع الفريهات اللي انا طبعا بديها لك. ده بيبقى نظام، يعني البلان اللي انا اديته لك، بقدر اسحب منك الدايت من غير ما ترجعي في الوقت. طب ودكتوره، هون في سؤال ثاني، الاشخاص اللي هن بيكونوا عم بيعملوا دايت وفجاه بيعند عندهم الجسم او ببطل ينزل الوزن عندهم، شو الحل لهدول الاشخاص؟ ده ما بيحصلش ابدا معانا في البلان اللي انا بديها. انا ببقى اوريدي عارفه انا بديها نظام غذائي ايه ونظام علاجي بقدر العب فيه، فهي ما يعني ما عندهاش ثبات وزن ده ابدا. بس يعني قصدي هو الموضوع حسب النظام اللي احنا متبعينه وكيف نحن ملتزمين فيه. صح؟ او اذا نحن ما التزمنا ممكن ياثر هذا الموضوع عليه. بيأثر شويه بس انا برجع اظبطك كثير. بيظبط الدنيا. طب دكتوره، اهم الامور اللي المفروض اي شخص بده يعمل دايت ياخذها بعين الاعتبار لحتى يقدر يحصل على النتائج اللي بده اياها ويحصل على النتائج بشكل سريع، شو هي اهم النصائح اللي المفروض ننتبه عليها؟ نتبع النظام الغذائي، نمشي على ادويه تزود الحرق ومعدل الحرق وتسد الشهيه، ونمشي على جلسات، وفي نفس الوقت يعني لو عايزين ناخد فريهات او كده بيبقى البلان اللي ماشي عليها الدكتور يمشي عليها، هيلاقي نتيجه وصحه من غير اي مشاكل. بالعكس، هو هيدخل يعني عنده مشاكل شويه، مثلا في ناس بيبقى عندهم مشاكل في المشي او في المفاصل او في الكرش او في طريقه النفس حتى وهم نايمين. في ناس بتاخد ادويه اللي هم كبار السن زي الضغط والسكر والكوليسترول، كل ده هو بيدخل بيه بيطلع من غيره. هل ممكن سيده حامل تقدر تعمل نظام غذائي معين يعطيها كل العناصر الغذائية اللي هي بحاجتها من دون ما يزيد وزنها؟ ممكن طبعا، لأنه بعمل لها بلان، بعمل حسابي إن هي أوريدي حامل في الفترة دي، بتاخد فيتامينز، بتاكل حاجات معينة، بديها نظام غذائي يقدر يتناسب مع الحالة بتاعتها. دكتور، الأشخاص اللي ممكن يكونوا مثلا بمحافظات تانية أو مناطق تانية أو مثلا حابين يتواصلوا معك عن طريق الأونلاين، كيف ممكن نشجعهم لحتى يلتزموا بالدايت اللي حضرتك عملتيه، وكيف بيكون مراقبة ومتابعة الحالة؟
احنا عندنا في لايف ستايل عندنا منظومة الاونلاين دي بتبقى انا بشرف عليها وتحتي دكاترة كتيرة جدا. خلاص الدكاترة دي بتتواصل مع الحالة والعيانة، بتعمل نفس البلان اللي احنا بنعملها اكنه في العيادة، من سنه وطوله ووزنه وامراض، وبقدر بتابعها 24 ساعة طول ايام الاسبوع 7 ايام في الاسبوع. لو عندها اي مشاكل انا بقدر برضو اتواصل معاها واحلها لها. وبياخد الشخص اللي عم بيعمل دايت اونلاين نفس النتائج اللي بيجي لعندك على المراكز؟ ده اكيد 100% واكتر كمان، لانه انا ببقى يعني ببقى بتابعه، بديله النظام الغذائي والنظام العلاجي وحتى الادويه اللي تقدر تشتغل على الدهون الموضعيه وهو قاعد في البيت. طب دكتور بدي اسالك عن اكثر من نظام صرنا بالفتره الاخيره كثير عم نشوفهم على السوشيال ميديا، تحكي لنا هل هذا النظام مفيد لكل الاشخاص ولا في اشخاص معينه ممكن يستفادوا على هذا النظام؟ الكيتو بدايه شو هو هذا النظام ومين الاشخاص اللي ممكن يستفادوا عليه؟ نظام الكيتو بيعتمد اكثر على الدهون وعلى البروتينز، بيحرمه من الكربوهيدرات. هل ده ينفع مع كل الاشخاص؟ لا، زي ما قلنا احنا كل حاله بتيجي بيبقى ليها نظام غذائي يقدر يتناسب معاها. في نظام الكيتو، في نظام الانترميتنج اللي هو الفاستنج، كل نظام بيبقى على حسب الحاله وعلى حسب لو هي بتاخد ادويه او لا، لا ما يعني مشيت على دايت قبل كده او لا، بتعاني من اي امراض مزمنه، بيبقى كل حاجه ليها نظام غذائي ونظام زي قلنا علاجي، يعني ما بيبقاش كله ينفع على اي ينفع حد. على كل الاشخاص لا. مفروض انه نحن ندرس الحاله بشكل صحيح ونشخصها بشكل صحيح لحتى نعطيها احسن علاج، النظام الغذائي اللي يناسبها. دكتوره الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه مثل الضغط والسكر، شو هو النظام الغذائي الانسب لهم؟ يعني في عنا اشياء ممكن تكون مشتركه بين هدول الاشخاص مفروض انه هن يتبعوها؟ ما بتبقاش في حاجه مشتركه، بيبقى على حسب، لانه كل شخص طبعا حتى لو مريض سكر مش كل مرضى السكر بياخدوا نفس الجرعات بتاعه سواء انسولين او تابلت. مريض الضغط نفس الشيء، فبيزي يعني هي النظام الغذائي بيتفصل على الحاله. اقدر اديله ايه كربوهيدرات، امتى امتى بروتينز، امتى اشربه ميه، امتى اديله سكر، ده بيبقى على نظام الحاله. بقدر اديله النظام الغذائي والنظام العلاجي اللي يناسب الحاله. حتى الجلسات بتبقى على حسب الحاله، اقدر احدد نوع الحاجه اللي انا اديها له. طب دكتوره كمان عم نسمع بالفتره الاخيره كثير عن الصيام المتقطع، شو رايك بهذا النظام؟ وين ما فتحنا على السوشيال ميديا عم بيحكوا عن الصيام المتقطع، شو هو الصيام المتقطع وهل فعلا مفيد؟ في بعض الاشخاص او بعض الحالات مع الانترميتنج فاستنج او المده ان هي ما تاكلش كتير تبدا تحرق اكتر، وفي بعض الناس عايزه اقول لك ان هي بتزيد مع لما تعمل انترميتنج فاستنج مع انها محرومه من الاكل وما بتاكلش. حسب طبيعه الجسم يمكن. على حسب طبيعه الجسم وعلى حسب الكالوريز وعلى حسب طبيعه الحرق، لانه كل يعني كل جسم بيبقى ليه نسبه حرق معينه، فده بيختلف من طبيعه شخص لشخص. ما اقدرش ان انا ادي نظام غذائي واحد، ما اقدرش ان انا ادي نظام كالوريز واحد لكل اي حد، بالعكس كل حاله وزي ما قلنا بيتفصل لها. عشان كده لايف ستايل معموله من مجموعه دكاتره واستشاريين بيقعدوا يحددوا ان الحاله محتاجه ايه، لكن مش ما بيبقاش كل اي حد يجي لي يدي له ورق وخلاص ويلا. وهذا اللي بنقوله دائما دكتوره وبننصح فيه كل المشاهدين، انه ما نسمع من العالم، نتوجه لعند دكاتره مختصين يقدروا يشخصون حالتنا بشكل صحيح ويعطونا العلاج المناسب، وخاصه لما بيكون اكثر من دكتور عم يجتمعوا لحتى يعطونا النتيجه المثاليه. فمفروض كل شخص يتوجه لعند دكتور مختص وياخذ الشيء المفيد له، المفيد لنفسه او النظام اللي يفيده اللي بيناسبه 100%. بالختام بدي اتشكر كثير دكتوره على وجودك معنا، على كل النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، شرفتينا ونورتينا، شكرا كثير. نورتي. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا معكم لنهايه حلقتنا لليوم، ضلوا بألف خير وصحه وعافيه، بشوفكم بحلقه جديده، باي باي.